طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. من موقع الحرف 28، رئيسة منظمة أطباء بلا حدود: المرضى اليمنيون يمشون 3 ساعات متواصلة للوصول إلينا. صحيفة عربية تتحدث عن مسؤول رفض حضور اجتماع ميليشيا الحوثي فغيبوه في السجون منذ 11 شهرا. صحيفة سويسرية: الطفلة أمل ماتت بعد خروجها من مركز صحي في منطقة أسلم بحجة. أهلا بكم. موجة نزوح اليمنيين وهروبهم من الحرب لم تتوقف بعد، رغم الحديث عن سلام يبتعد أكثر وفقا لموقع الحرف 28. نزوح جديد ل20,000 يمني في مدينة عبس بحجة. وقال الموقع: نزوح الأهالي جاء بسبب المعارك الضارية التي شهدتها منطقة بني حسن على بعد 50 كيلومتر من مدينة عبس القريبة من الحدود اليمنية السعودية. وقالت منظمة أطباء بلا حدود: المصابون في صفوف النازحين يصلون إلى المستشفى أحيانا بعد فوات الأوان، نظرا لخطورة إصابتهم ولبعد المستشفى وعدم توفر المواصلات. وأدى استمرار الحرب في اليمن واندلاع القتال من جديد إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في العديد من المناطق، خاصة الشمالية منها التي لا تزال تشهد معارك بين قوات التحالف الذي تقوده السعودية وبين ميليشيا الحوثي. وكانت أطباء بلا حدود أكدت أن فريقها الطبي في مدينة عبس تمكن من علاج أكثر من 360 مدنيا أصيبوا خلال تبادل إطلاق النار في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين. أوضحت رئيسة منظمة أطباء بلا حدود في اليمن كارولين دوكرامي: نرى الكثير من المرضى يأتون من أماكن بعيدة جدا عن المستشفيات، وفي بعض الأحيان يضطرون إلى سير 3 ساعات بالسيارة أو قطع مئات الكيلومترات للوصول إلى مستشفياتنا، وغالبا ما يصلون إلى المستشفيات في وقت متأخر جدا مع حصول مضاعفات، ما يجعل الأمر صعبا للغاية للتكفل به. عن عودة الحكومة، كتب يسلم البابكري مقاله المنشور في موقع الصحوة نت مضيفا: ليست هي المرة الأولى التي تعود فيها الحكومة إلى العاصمة المنكوبة عدن، ولن تكون بالطبع الأخيرة. والحقيقة أن مصطلح العودة هنا ليس في محله، فالأمر يتعلق بزيارة للوفد الحكومي لا أكثر. على الأقل هذه هي القناعة التي خلقتها تجارب سنوات ما بعد التحرير. ومصطلح التحرير هنا يشبه مصطلح العودة كألفاظ بينها وبين الواقع مسافات طوال. يمكن أن نقول عادت الحكومة حين تكون هي صاحبة القرار والنفوذ والسيادة، يوم أن يكون الأمن في المدينة جزءاً من المؤسسة الأمنية، لا ميليشيات لا تعترف بالدولة أصلاً، ويوم يكون السلاح ضمن مؤسسة الجيش الوطني. يمكن أن نقول أن الحكومة قد عادت يوم أن يصبح المطار والميناء والمصالح تتبع عملياً الحكومة، يوم أن يتوقف الاستهداف المنظم للقوى والرموز الوطنية بالتصفية والخطف والتهجير، يوم أن يتوقف الفرز العنصري على مداخل العاصمة ومخارجها، يوم أن يحتكم الجميع للقانون والمرجعيات المتفق عليها، يوم أن يفكك الفكر الميليشاوي بأدواته المسلحة والسياسية. سنقول إن الحكومة قد عادت حين يتحرك طاقمها بحرية في عاصمة يسودها حكم القانون، لا أن تحاصر في منطقة زرقاء وبين سور وجدران وتهدد بالطرد صباح مساء. فهنا يتقلص الفارق بين التواجد في مهجر خارج الوطن أو آخر في الداخل. أخذوه الساعة 10 صباحا من المنزل عقب استيقاظه من النوم، ومنذ 12 يوما لا نعلم عنه شيئا، بنبرة حزينة وصوت مليء بالوجع، تقول والدة محمد الميسري، طالب في السنة الرابعة في الصحافة والإعلام بجامعة الحديدة: التي تقف عاجزة عن معرفة مكان سجن ولدها المختطف من قبل الحوثيين، مضيفة: أريد رؤية ابني. وكان محمد ضمن 3 من طلاب الإعلام اعتقلتهم ميليشيات الحوثي في الحديدة، وعنون موقع المشاهد نت.
ثلاثة صحفيين في الحديدة حول الحوثيون حياة أسرهم إلى جحيم. وتختطف ميليشيا الحوثي المسيطرة على مدينة الحديدة ثلاثة من النشيطين الإعلاميين، وهم محمد خالد الميسري ومحمد عبدو الصلاحي وبلال حيدر العريفي، الطلاب في قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب منذ الأحد 21 من أكتوبر الماضي، ولا يعرف مكان تواجدهم. وتعددت روايات أماكن اعتقالهم بين مبنى البحث الجنائي والأمن السياسي أو مبنى مدني في الحي التجاري. وقال مصدر في الحديدة إن ضعف تضامن المنظمات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان وزملاء المختطفين يعطي الحوثيين دفعة أكثر للتحفظ عن مصيرهم. وناشد المصدر لجنة حماية الصحفيين الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة بإدانة الحادثة والضغط على الحوثيين بالإفراج الفوري عن طلاب الصحافة والإعلام المختطفين في معتقلاتها بالحديدة. إلى موقع مسند للأنباء والذي يتابع مجريات المعارف في الحديدة، وعنوان الموقع: المقاومة اليمنية تتعهد بتوفير الأمان لعناصر الحوثيين بالحديدة في حال تسليم أنفسهم. وقال الموقع أن قوات الشرعية والمقاومة اليمنية بالساحل الغربي أكدت التزامها بتوفير الأمان الكامل للعناصر الفارة من جماعة الحوثي الذين يسلمون أنفسهم طواعية للقوات الشرعية. جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة المقاومة في الساحل الغربي تعهدت خلاله بتوفير الأمان لعناصر الحوثيين المحاصرين داخل مدينة الحديدة في حال تسليم أنفسهم. وقال البيان إن قيادة المقاومة استقبلت الحوثيين الذين سلموا أنفسهم وتم التعامل معهم بصورة جيدة، مضيفا أن كل من يعود إلى رشده ويتخلى عن هذه العصابة الإجرامية سيلقى الترحاب. لهذه الأسباب يتم التصعيد العسكري اليوم على الأرض بحرب اليمن. تحت هذا العنوان كتب صلاح السقلدي مقاله المنشور في الموقع بوس، مضيفا: التصعيد الجوي العسكري والبحري والبري السعودي الإماراتي الغرض منه وفي هذا الوقت بالذات يمكن إجماله في ثلاثة أهداف على الأقل. أولاً هي رسالة تحدي بوجه الدعوات الدولية لوقف الحرب، ولكنه تحدي محفوف بالمخاطر والفشل، بل هو الطيش والحمق بعينه، خصوصاً في ظل استمرار السخط الدولي الهائل على السعودية جراء الجريمة المروعة التي طالت الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول. ثانياً هي محاولة الفرصة الأخيرة لتحقيق مكاسب عسكرية على الأرض في حال فرض المجتمع الدولي وقف الحرب والتوجه صوب مفاوضات سياسية من المزمع أن تجري الشهر الجاري بحسب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث وبتأييد دولي واسع النطاق. ثالثاً وهو الهدف الأهم من هذا التصعيد في تقديرنا، حمل الحركة الحوثية واستدراجها إلى فخ الرد عن هذا التصعيد بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه المملكة السعودية، ليكون بذلك دليلاً أمام العالم عن عدم نية ورغبة الحوثيين بوقف الحرب والسلام. فالسعودية والإمارات وهما يتلكآن أمام أي دعوات لوقف هذه الحرب، ينظران إلى وقفها بهذا الوقت على أنه هزيمة غير معلنة لهما، خصوصاً وأن الهدف المعلن لهما بهذه الحرب هو إسقاط الحركة الحوثية وإعادة السلطة المعترف بها إلى سدة الحكم بصنعاء، ونزع الأسلحة الثقيلة من يد هذه الحركة وانسحابها من المدن الرئيسة لم يتحقق، مما يعني بالمحصلة النهائية فشلاً صريحاً لهذه الحرب. كشفت تحقيقات أن وزارة الخارجية الأمريكية صادرت بشكل غير قانوني المئات من الجوازات لأمريكيين من أصول يمنية، حسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز. وحسب تقرير المفتش العام بالوزارة الأمريكية، فقد تأكد المفتش من جوازات سفر 31 مواطن أمريكي على الأقل يحاولون الحصول على سجلات حيوية وأوراق أخرى من سفارة الولايات المتحدة في اليمن. وقالت الصحيفة في تقرير ترجمه موقع يمن مونيتور: تم أخذ جوازات السفر بين ديسمبر 2012 ويونيو 2013 تماما كما بدأ النظام السياسي الهش في اليمن ينحدر نحو الفوضى. وزعم المسؤولون القنصليون أنهم صادروا جوازات السفر للمواطنين بعد أن وجدوا أن أسماءهم المطبوعة مزيفة أو مزورة.
في كثير من الحالات ذهب المواطنون الأمريكيون من أصول يمنية إلى السفارة للحصول على جوازات سفر أمريكية أو سجلات ميلاد للأطفال المواليد في اليمن، وكان كثير منهم يعيشون في الأصل داخل الولايات المتحدة، ولكن بعد أن تم الاستيلاء على جوازات سفرهم ظلوا عالقين إلى أجل غير مسمى في اليمن وسط الحرب الآخذة بالاتساع. تم إغلاق السفارة الأمريكية في صنعاء في عام 2015 مع اشتداد الحرب الأهلية في اليمن في عام 2015. بررت وزارة الخارجية الأمريكية إلغائها لجوازات السفر الأمريكية للأسباب المنصوص عليها في القانون الاتحادي واللوائح الفيدرالية، لكن المفتش العام للوزارة خلص إلى أن عمليات الإلغاء والمضايقات في اليمن لم تتبع الإجراء السليم، وأن المسؤولين القنصليين يتجاهلون المواطنين بشكل روتيني الذين سألوا عما حدث لجوازات سفرهم. في الدينامية الثورية وضرورة إسقاط الأنظمة تحت هذا العنوان، كتب عمار ديوب مقاله العربي الجديد أو في العربي الجديد مضيفا: الهزائم التي منيت بها الثورات لم تترك الأنظمة قوية أبدا، فالنظام السوري أصبح أداة للاحتلالات، والمصري والتونسي صار مرهونين للبنوك الدولية، وبالكاد اليمن وليبيا يمنعان التقسيم. السؤال الآن، هل يصح القول بعد هذا التوضيح إن الدينامية الثورية قتلت إلى أجل غير مسمى، أو إن الثورات لم تترك تراثا؟ وكذلك لا يصح القول أين هو الربيع العربي؟ إطالة أمد الحرب في سوريا واليمن وليبيا كانت بغرض تعليم الشعوب الدروس الدموية بألا يقوموا بالثورات، وربما يتأخر تفجرها مجددا، وربما تخاف الشعوب بدرجة ما. ولكن ماذا ستفعل الشعوب بأزمتها؟ هنا المسألة الدائمة بديمومة الأنظمة، وهي القضية التي يجب مناقشتها، وكذلك كيف ستتجدد الثورات. مهمة الثقافة العقلانية الثورية دراسة الواقع وما تموضعت عليه أحوال العالم العربي، ويقع على الدراسة هذه قراءة الوضع الاقتصادي ومعدلات الفقر، ويؤكد تراجع ألاعيب أنظمة كالتونسي والمصري وتكشفها كأنظمة تعيد إنتاج القمع والنهب والفساد بحجة الإرهاب والأسلمة أن الثورات ستتجدد. التوحش الليبرالي العالمي، والذي بدأ بمصطلحات النظام العالمي الجديد في تسعينيات القرن المنصرم، والعولمة والخصخصة والليبرالة باعتبارها بدائل عن الأنظمة الاشتراكية ودول الشراكة بين العمال ورأس المال في أوروبا، وصل إلى نهايته، وبالتالي ليس هناك من حلول ممكنة للأزمات في ظل أنظمة التبعية والديكتاتورية والحروب الأهلية والاحتلالات. التعقيدات التي شكلتها الأنظمة السابقة والاحتلالات أمام الشعوب وتوريطها بالطائفية والإقليمية والقومية والإثنية والقبلية لا تقدم حلولاً للمشكلات، وربما تسهل دفعها في حروب طويلة الأمد، ولكن ذلك لا يعني بأي حال أن الواقع يمكن أن يستقر والتناقضات يمكن أن تتجمد. فمع غياب العمل والجوع واستمرار الحروب وتدهور كل المرافق كالصحة والصرف الصحي والتعليم والبنية التحتية، ليس هناك إلا التفجرات الاجتماعية والثورات والمشاريع الوطنية. تتحدث صحيفة لوتون السويسرية عن فتاة يمنية هزيلة ماتت لكنها أصبحت الآن رمزا لمعاناة اليمنيين، وقال تقرير الصحيفة الذي ترجم لقناة بلقيس أن الطفلة أمل حسين توفيت في مخيم اللاجئين في اليمن، ومنذ نشرت صورها في صحيفة أمريكية الأسبوع الماضي أصبحت تظهر بجسدها الهزيل ونظراتها الحائرة كرمز لمعاناة اليمن، وهي بلد مهددة بمجاعة كبرى بعد 3 سنوات من الحرب. وتتساءل الصحيفة عن اللقطة التي طارت في كل أرجاء العالم، هل يمكنها إيقاف الهبوط إلى الجحيم في اليمن؟ أم ستنتهي العاطفة المؤقتة ويستمر القتال بشكل عام دون اكتراث؟ وتفيد الصحيفة بينما ينتظر اليمنيون فترة راحة افتراضية يستمرون في دفع ثمن باهظ للقضايا التي تتجاوزهم.
وتعود الصحيفة مستندة إلى نيويورك تايمز للحديث عن الطفلة ذات السنوات السبع والتي ماتت بعد أن تركت رمزاً أو ماتت بعد أن تركت مركزاً صحياً في منطقة أسلم شمال غربية صنعاء، وهي منطقة يسيطر عليها المتمردون تتعرض للغارات الجوية فضلاً عن الحصار الذي فرضه التحالف بقيادة السعودية. وتضيف الصحيفة: يخنق الاقتصاد بسبب الحصار المفروض على المناطق المتمردة التي يسيطر عليها الحوثيون تحت مبرر منع توريد الأسلحة للمتمردين هناك. وعلى الرغم من هذا الوضع البائس، تتردد المنظمات الإنسانية في نشر صور الأطفال الجوع أنفسهم لاحترام كرامة مرضاهم. نيويورك تايمز بررت لقرائها في منشور طويل، حيث تؤكد أنها قد ناقشت باستفاضة فرصة نشر هذه الصور الصادمة. وقد بررت الصحيفة أن تاريخ اليمن بكل معاناته يجب أن يحكى، وأن الكلمات ليست كافية. الصور مؤلمة ولكنها صادقة في نقل الألم. صحيفة البيان تتحدث عن موظف حكومي يمني اعتقلته ميليشيات الحوثي قبل أشهر، وعنونت الصحيفة: رفض حضور اجتماع ميليشياوي فغيب في السجون منذ 11 شهرا. قالت الصحيفة أن عبد الله الكولي مدير مكتب السياحة بمحافظة الحديدة لا يزال معتقلا منذ 11 شهرا لدى ميليشيات الحوثي لعدم حضوره اجتماعا للمجلس التنفيذي للمحافظة الخاضع على سيطرة الحوثي، لعدم امتلاكه وسيلة نقل أو مال ليصل لمقر الاجتماع. في 25 من نوفمبر 2017 اعتقل الكولي لرفضه حضور اجتماع للمجلس التنفيذي الذي دعا إليه وكيل محافظة الحديدة، مبررا عدم الحضور بأنه لا يوجد معه أجرة المواصلات للانتقال كما قال. وكما قال أيضا: لن أحضر اجتماعا لمن يحرمون الناس مرتباتهم ليكون رد وكيل المحافظة، سأبعث لك دورية عسكرية للمنزل ليحضروك للاجتماع. بعد ذلك وفقا للصحيفة، تم إرسال المشرف في المحافظة المدعو أبو عمار إلى منزل الكولي بطقم من المسلحين واقتحم المنزل. وعندما تدخل أولاده وبعض الجيران قالوا لهم إنهم مرسلون للإتيان بالكولي لحضور الاجتماع المذكور، وأنه سيرجع لاحقا، لكن الوجهة كانت سجن الأمن السياسي، وإلى اليوم لم يعد الكولي إلى منزله منذ 11 شهرا. والكولي يتعرض للتعذيب النفسي والجسدي، كما لم تكتفي الميليشيا بذلك بل أقدمت على طرد أسرته المكونة من أم وخمسة أبناء من منزلهم واستولوا عليه بالقوة، وإلى اليوم لا يزال الكولي معتقلا في زنازين الميليشيا. مجموعة من الصور التي نشرتها صحيفة الجاردين البريطانية نعرضها في جولتنا المصورة، وهي توثق للعديد من الأحداث والظواهر المنتشرة في بقاع مختلفة من العالم. متابعة. ماذا تحمل لنا اليوم رسومات الكاريكاتير من رسائل؟ هذا ما نتابعه في فقرتنا التالية. وبهذه الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.